هنتكلم على البريتنشن بولز. احنا طبعا اخذنا في المحاضره ان احنا لما بيكون في عندنا بليت تاني كده وربطنا ما بين بليت عن طريق مسمار احنا عملنا تورك على ايه؟ على المسمار. التورك ده هيعمل تنشن في المسمار وهيعمل كومبريشن ما بين التو بليتس بحيث ان التوتال تنشن بتساوي التوتال كومبريشن. يبقى انا دلوقتي لما يكون في عندي هوريزونتال فورس F الهوريزونتال فورس ده مش هيتنقل زي البيرنج تايب عن طريق الشير على الشاف بتاع المسمار او البيرنج ما بين المسمار وما بين البليت، ولكن هيتنقل عن طريق الفريكشن ما بين التو بليتس، لان احنا بنقرط على المسمار جامد جدا بتورك عالي، فبالتالي بيبقى فيه تنشن فورس بيتولد في الشاف بتاع المسمار وبيقابله كومبريشن على ما بين التو بليتس. فدلوقتي لو كان في عندي اكسترنال فورس بيعمل شير في المستوى ما بين التو بليتس، المفروض ان الاف ده لا يزيد عن الكوفيشنت اوف فريكشن في الكومبريشن ما بين التو بليتس، بس انا عارف ان الكومبريشن هو هو بيساوي التنشن، يبقى هو الفاليو بتاع الفورس الابلاي ما يصحش ان هو يزيد عن الفريكشن ما بين التو بليتس عشان ما يحصلش سلايدنج. طيب ازاي اضمن ان انا يكون عندي سيفتي هنا؟ يبقى هنا بنقسم على فاكتور اوف سيفتي جاما. الترم ده احنا بنطلعه من جدول المسامير اللي هو بنسميه البي اس. كويس؟ طيب لو كان المسمار معرض لتنشن لو في تي اكسترنال جاي على المسمار، طيب خلي بالك بقى ان احنا في البري تنشن بولز احنا الاول بنقرب على المسمار بحيث ان يبقى فيه كونتاكت ما بين التو بليتس، صح؟ الكمبريشن بيساوي البري تنشن اللي موجود في الايه؟ في المسمار. طيب ايه هو المود اوف فيلير بتاعي لما يكون في اكسترنال تنشن؟ انا في البري تنشن بولتس عايز التو بليتس يفضلوا ان كونتاكت مع بعض. فدلوقتي التي اكسترنال بول او التي الاكسترنال فورس اللي جاي على المسمار هوقفه لغايه فين؟ لغايه الليمت اللي هو يفك الكونتاكت ما بين التو بليتس. طب الكونتاكت ما بين التو بليتس اللي هو السي، ما هو ده بيساوي بري تنشن ولا لا؟ مش كده؟ يبقى انا هقول ان التي اكسترنال بول الاكسترنال فورس اللي جاي على المسمار نتيجة المومنت مثلا او نورمال فورس او خلافه، المفروض ان هي ما تفكش الكونتاكت ما بين التو بليتس، يبقى دي لا تزيد عن الكمبريشن. طب ما هو الكمبريشن بيساوي البري تنشن، تمام؟ طيب هناخد برضه سيفتي، يبقى هنقول الفاكتور هنا هناخد 0.8 منه. كويس؟ يبقى انا عارف ان انا في البري تنشن بولز انا مش عايز افك الكونتاكت ما بين التو بليتس. كويس؟ يبقى بالتالي هعمل ليميتيشن للفاليو بتاع تي اكسترنال بول اللي جاي نتيجه نورمال فورس او بيندنج مومنت ما يزيدش عن الكونتاكت ما بين التو بليتس، او بناخد فاكتور اوف سيفتي اللي هو الفاليو اللي هو. طيب في الحاله دي ما
لو عندي شير لو عندي شير ابلايد ساعتها بقى احنا بنقول ايه؟ بنقول الابلايد فورس اللي هو الشير فورس المفروض ما يزيدش عن الفريكشن ما بين التو بليتس صح؟ المره دي الفريكشن قل ولا لا؟ قل نتيجه ان انا عامل اكسترنال فورس يبقى المفروض ان انا بقول ان الارث في هذه الحاله لا تزيد عن الكوفيشنت اوف فريكشن في الكونتاكت ما بين التو بليتس اصبح ايه بقى؟ اصبح الكومبريشن اللي كان موجود في الاول ناقص الاكسترنال فورس اللي جاي لي من الايه النورمال فورس او البني مومنت ماينس التي اكسترنال بورد والكلام ده على الفاكتور اوف سيفتي جاما. يبقى انا لما يكون عندي مسمار بري تنشن سبجكت للنورمال نورمال فورس تنشن اند شير في نفس الوقت ساعتها احنا بنعمل ليميتيشن للتنشن ما يزيدش عن 0.8 تي عشان ما يفكش الكونتاكت ما بين التو بليتس وهنراعي ان الاكسترنال فورس بينقص شويه الكونتاكت ما بين التو بليتس وبالتالي هيبقى الشير لا يزيد عن الكوفيشنت اوف فريكشن انتو تي ماينس تي اكسترنال بورد على جنب. ممكن هنا نعمل اختصار ممكن ناخد التي على جاما از كومن فاكتور دي هتبقى 1 ماينس تي اكسترنال بورد على التي اللي هي لا تزيد عن البي اس انتو 1 ماينس تي اكسترنال بورد على التي. يعني حضرتك ممكن تشتغل بالمعادله دي بس ساعتها لازم تطلع الميو والجاما من الكود او ان انت هتاخد التي از كومن فاكتور والجاما هتطلعها بره يبقى دي هتبقى ميو في تي على جاما انتو 1 ماينس تي اكسترنال بورد على تي. الترم اللي بره ده اللي هو البي اس يبقى ده هيساوي البي اس انتو 1 ماينس تي اكسترنال بورد على تي. يا اما تشتغل بالايكويشن دي يا اما تشتغل بالايكويشن دي الاثنين صح كويس وهتراعي ان الاكسترنال فورس لا يزيد في اي حال من الاحوال عن 0.8 تي عشان ما يفكش الكونتاكت ما بين التو بليتس كويس. طيب احنا لو عندنا مساله زي كده ده اللي احنا هنشتغل بيه النهارده ان شاء الله. لو احنا عندنا مساله زي كده في عندي تراس ممبر عليه تنشن فورس 23 عباره عن 2 انجلز باك تو باك مثلا 80 في 8 عايزين نصمم جروب 1 اوف بولتس وجروب 2 اوف بولتس. طيب بالنسبه لجروب 1 دي كلاسيفايد از ايه؟ كونسنتريك از كونسنتريك شير يبقى انا هقارن الايه الكاباسيتي بتاعه المسامير في الشير بس المره دي هي بري تنشن مع الاكسترنال فورس اف. بس خلي بالك ان انا عندي في الحاله دي تو انجلز باك تو باك هيبقى عندي مستويين قص يبقى معنى كده ان المسمار الواحد بيشيل 2 بي اس. اما بالنسبه للمجموعه 2 فاحنا هناخد الفورس اف وهنحدده لو كانت الانجل دي ثيتا هيبقى في عندي هوريزونتال كومبوننت اللي هو الاف كوساين ثيتا ده بيعمل شير والاف ساين ثيتا ده بيعمل تنشن. يبقى ساعتها لما نيجي نعمل ديزاين لجروب 1 هنقول ان التنشن ما يزيدش عن 0.8 من البري تنشن في المسمار عشان ما يفكش الكونتاكت ما بين التو بليتس وهيبقى الشير عارفين طبعا ان الكونتاكت كده نقص يبقى لازم الشير ما يزيدش عن بي اس انتو 1 ماينس تي اكسترنال بولد على تي كويس. يبقى دي ليها طريقه تصميم ودي ليها طريقه تصميم. هو مديني ان احنا عايزين نستخدم مسامير ام 20 10.9 اللي هي من الجداول البي اس بتاعتها 4.93 والبري تنشن 15.43 طبعا الفورس اللي عندي كيس 1 كويس. عايزين نعمل ديزاين للايه للجروب ده من المسامير. اول جروب الاف بتساوي النمبر اوف بولتس في 2 بي اس يبقى معنى كده هيبقى 23
بتساوي النمبر اوف بورتس اللي انا عايز اطلعه في 2 الفاليو. احنا عندنا ام 20 10.9 البي اس بتاعتها اللي هي 4.93. طبعا المسامير دي ما فيش عليها تنشن فانا هاخد الفول بي اس لان ما فيش تنشن بينقص الايه الكونتاكت ما بين التو بليتس. انما بالنسبه للمسامير جروب 2 عشان في اكسترنال تنشن يبقى حراعي ان ده هينقص شويه الفريكشن ما بين التو بليتس. يبقى من هنا هنقول دي بتساوي 4.93. اذا الان هتبقى 23 على 2 في 4.93 اللي هي بتساوي 2.3. اذا يوز 3 ام 20 10.9. طيب بالنسبة للجروب 2 اكوردنج للرسمة هنا هنقول اسيوم فيوز ان بتساوي 4 مسامير. طيب هو مديني الفيتا 45 ديجري الفيتا ب 45 ديجريز. إذن هيبقى تي اكسترنال بورت دبليو يساوي الاف ساين ثيتا على 4 اللي هي هتبقى 23 في 0.707 على 4. طيب التي اكسترنال بورت ده بيساوي كام؟ حد معاه كالكليتور بعد اذنكم؟ ده بيساوي 4.265 البوينت 8 من البري تنشن بلاش كلمه سمحتوا بلاش كلام. البوينت 8 من البري تنشن، البري تنشن هو 15.53 يبقى بوينت 8 في 15.43 ده بيساوي 12.34 طن. يبقى اذا سي طبعا هنا عندي الاكسترنال فورس اللي جاي على المسمار الواحد اللي هو الاف ساين ثيتا على 4. احنا فرضين ان احنا مستخدمين 4 مسامير يبقى بالتالي التي اكسترنال بورت الواحد هيبقى 4 وهو مصرح ليه ان هو يشيل لغايه 0.8 بريتنشن اللي هيضمن ان ما يبقاش فيه سيبريشن ما بين التو بليتس. طيب لنفس الجروب عايزين نعمل تشيك على الشير. ما ننساش بقى المره دي ان احنا عندنا اكسترنال تنشن هينقص من الفريكشن ما بين التو بليتس. لو هو كومبريشن ممكن نهمل الزياده لكن لو هو تنشن هينقص الايه الفريكشن فبالتالي لازم ناخد الحسبان. طيب يبقى هنا هيبقى في عندي الاف بير مول ده هيساوي 23 كوزاين 45 على 4 اللي هو نفس الفاليو 4.065 طن. طيب احنا عندنا الاف الابر المره دي اللي هو البي اس انت 1 ماينس تي اكسترنال بولت على تي اللي هي بتساوي 4.93 into 1 minus T external bolt اللي هي 4.065 على البري تنشن اللي هو 15.43. لو جينا حسبنا الفاليو ده هتبقى 3.7
633 اقل من ال F اذا انسيف. يبقى كده هنستخدم ممكن نخلي المسامير 6. يبقى هنا اسيوم ال N بتساوي 6. اذا ال T external بولت هتساوي 23 او 4.065 دي 4 على 6 دي هتبقى 2.71. والF applied نفس الفاليو بتاعت الفورس الابلايد هيبقى 2.71 تن عشان الانجل 45 درجة. بلاش كده مصطفى بلاش كده. يبقى اذا الاف الاوبل هيبقى عباره عن بي اس انت 1 ماينس تي اكسترنال بولت على التي اللي هي هتبقى 4.93 انت 1 ماينس الاكسترنال فورس المره دي عشان اخذنا 6 مسامير هيبقى 2.71 على البريتنشل اللي هو 15.43. يبقى ده بيساوي 4.06 طن ودي اكبر من 2.71 اذا سيف. تمام؟ في اي اسئله يا جماعه في المساله دي؟ طيب نشوف مع بعض مساله ثانيه. السيفتي بتاعت المسامير دي نتيجة vertical force نتيجة الكرين 21 tons lateral shock 1.6 وحناخد كمان معانا breaking force. هناخد معانا breaking force 2.8 طن. طبعا البريكنج فورس بيبقى نورمال على الايه؟ على البورد. خلي بالنا ان ده عباره عن براكت يمين وشمال العمود، يبقى احنا العدد الحقيقي للمسامير عندي كام؟ 16 مسمار.
يا اما ان احنا نقسم الستريننج اكشن على اثنين، يا اما ان احنا نضرب الايه البروبرتيز بتاعه المسامير كلها في اثنين. احنا ممكن نضرب البروبرتيز احسن في اثنين. طيب اول حاجه هنشوف الستريننج اكشن. مين شاطر يقول لي بقى الستريننج اكشنز كام؟ الاول تعالى نمسك فورس فورس ونشوف الايفكت بتاعها ايه. ال 21 تن هتعمل ايه؟ شير. هتعمل شير و ترش، لان هي ما بتمرش بالسنترويد بتاع المسامير. لو كانت الفورس دي مايله كده بحيث انها بتمر بالسنترويد، يبقى مش هيبقى فيه اي شير او نتيجه ترش نتيجه. يبقى هنا هيكون عندي كيو واي يساوي 21 تن، وهيبقى في عندي تورشن اللي هو 21 multiplied by ال ديستانس اللي هي 59. طيب ناخد بالمره اللاترال شوك. طبعا اللاترال شوك ممكن تبقى يمين او شمال، بس انا هاخدها في الايه في الموست انفيفربل دايركشن اللي هي بتزود التورشن اللي عندي. طيب الفاليو اللي هنا 36 والفاليو اللي هنا 27، يبقى معنى كده الفاليو دي هتبقى كام؟ 63. يبقى دي هتبقى بلس 1.6 multiplied by 63. طالما ان انا دخلت اللاترال شوك والبريكنج فورس، يبقى معنى كده ان احنا هنبقى كيس 2. يبقى الفاليو اللي هنا هتبقى 21 في 5.9 زائد 1.6 في 63، يبقى دي هتبقى 224.7 تن سنتيمتر. طيب المره بقى طالما احنا اخذنا اللاترال شوك، اللاترال شوك هتعمل لي شير في الاتجاه الافقي اللي هي هتبقى 1.6، مش كده؟ طيب ايه كمان؟ البريكنج فورس. بص بقى دلوقتي حضرتك عايز تنقل البريكنج فورس باكسنتريسيتي اللي هي الاكسنتريسيتي دي، معنى كده ان هي هتلفف حوالين مين؟ محور واحد. هتلفف حوالين المحور ده، وبعدين هتنقلها من هنا لهنا بايه؟ بمومنت تاني. معنى كده ان هي بتلفف كمان حوالين المحور ده، يبقى هي بتعمل تو مومنتس. انت تخيل ان انت عايز تنقل الفورس للسنترويد، فانت عشان تنقلها من هنا لهنا هتعمل مومنت حوالين الواي، وعشان تنقلها من هنا لهنا هتعمل مومنت حوالين الاكس، مش كده؟ يبقى هيبقى في عندي طبعا هي نفسها تاثيرها نقطه فورس اللي هو هيبقى 2.8 تن، وهيبقى في عندي ام اكس اللي هو بيساوي كام؟ ام اكس اللي هو البريكنج فورس في المسافه الواي اللي هي 63 2.8 تايمز 63، وهيبقى عندي ام واي اللي هي 2.8 في المسافه 59. دي لما نيجي نحسبها هتبقى كالآتي: 2.8 تايم 63 يبقى دي 176.4 تن سنتيمتر، و 2.8 تايم 59 يبقى 165.2 تن سنتيمتر. طيب دكتور، هو انا عندي البريكنج فورس دي بتعمل نورمال ازاي؟ بتعمل نورمال ازاي؟ على اني واحد حضرتك دلوقتي مش اتفقنا ان احنا بننقل الفورسز كلها على السنترويد بتاع المسامير؟ تمام. الفورس دي اتجاهها فين يا باشمهندس؟ بص عمودي على البورد. حضرتك هتنقلها من هنا لهنا. طيب لما تيجي هنا بتعمل نورمال فورس ولا لا؟ تمام. هنا بتعمل كومبريشن، بس البليت اللي ورا بتعمل ايه؟ تنشن. اه يبقى انا هتعامل مع بليت واحد صح؟ بعد المسامير بتاعتها ولا ايه؟ ممكن تو بي مور كونسرفاتيف، ممكن اتعامل مع بليت واحد. تمام. لكن هي البليت اللي ورا هتعمل اكيد تنشن. تنشن. مش كده؟ طيب عايزين نحسب بقى هنا كده الابلايد فورسز. اول حاجه الكيو اكس الشير نتيجه الاكس، احنا عندنا كم مسمار يا باشمهندسين؟ 16. عندنا 16، هيبقى 1.6 على 16 اللي هي 0.1 تن. طيب الكيو
طبعا ده شير في اتجاه الافقي. الكيو كيو واي شير في اتجاه الراسي اللي هو 21 على 16 اللي هو بيساوي 1.312 تن. عندي كمان تورشن مش كده؟ احنا بنقول الكيو ام تي هوريزونتال اللي هي بتساوي الام تي. طالما انا بجيب الهوريزونتال كومبوننت يبقى هضرب فيه الواي كوردينت من السنتر اوف روتيشن، لان احنا عندنا الجروب بتاع المسامير اهو صح؟ و الام تورشن بالشكل ده، يبقى احنا دايما بنفترض ان اتجاه التورشن هيبقى نورمال للايه؟ للريديوس اوف روتيشن وبيرافق حوالين السنتر بالشكل ده. الفاليو بتاعت الكيو ام تي اللي هي الام تي في الار على السيجما ار اي سكوير اللي هي بتمثل الاي بولر، يعني لو ضربناها في الاريا بتمثل الاي بولر. هجيب لها الهوريزونتال كومبوننت وهجيب لها الايه؟ الفيرتيكال كومبوننت. الهوريزونتال كومبوننت دي هتتجمع على الهوريزونتال كومبوننت نتيجه الكيو اكس، والفيرتيكال كومبوننت هتتجمع على الفيرتيكال كومبوننت نتيجه الكيو واي. والمسمار ده هو ابعد مسمار عن السنتر اوف روتيشن، يبقى معنى كده ان الايفكت از اديتيف، يعني الكيو اكس بيتجمع على الكيو ام تي والكيو واي بيتجمع على الكيو ام تي، والفاليو بتاعه الكيو ام تي اكبر واحده، يبقى فعلا المسمار ده هو الموست ستريسد بولت. كويس، لان التاثيرات كلها بتتجمع عنده وان هو ابعد نقطه او ابعد مسمار عن السنتر اوف روتيشن. كويس، يبقى هنا طبعا احنا بنقول ان الار 1 بتساوي 7.5 سكوير زائد 6.25 سكوير تحت الجذر، والار 2 اللي هو جذر 7.5 سكوير زائد 19.75 سكوير. احنا جبنا الار 1 وجبنا الار 2، طبعا هنضرب بعد كده في 4. كويس، يبقى الكيو ام تي في بدل ما نجيب الهوريزونتال كومبوننت يبقى هضرب في الفيرتيكال اللي هي 19.75 على سيجما ار اي سكوير. بس ما تنساش تضرب في 2 لان احنا المفروض عندنا في سطح مسامير الناحيه دي في سطح مسامير الناحيه الثانيه. لو جيت حسبت هذا الكلام يبقى الفاليو ده هيطلع 5.52 تنز، والكيو ام تي فيرتيكال اللي هي الام تي. طالما انا بجيب الفيرتيكال كومبوننت بتاع التورشن يبقى هضرب فيه الهوريزونتال ديستانس اللي هي 7.5. دي 7.5 على 2 في سيجما ار اي سكوير. لو جيت حسبت هذا الرقم هيطلع 2.045 تن. طيب يبقى من هنا عايزين نحسب الريزلتنت فورس اللي جاي على المسمار. كشير بقى يبقى اذا هتبقى الكيو ريزلتنت اللي هي السكوير روت اوف الكيو كيو اكس زائد الكيو ام تي هول سكوير زائد الكيو كيو واي زائد الكيو ام تي هول سكوير. يبقى لو جينا حسبنا هذا الكلام هيبقى الجذر التربيعي بتاع 0.1 زائد 5.52 سكوير زائد 1.312 زائد 2.045 سكوير، يبقى ده هيساوي 6.55.
6.5 او 6.46 تانز. طيب المفروض ان ده لا يزيد عن ايه بقى؟ لا يزيد عن البي اس في 1 ماينس التي اكسترنال بورت على البري تنشن. يبقى انا مش هقدر اعمل تشيك على السيفتي غير لما احسب الاكسترنال تنشن اللي جاي على مين؟ على المسمار. ماشي؟ تعالى بقى نحسب الاكسترنال تنشن اللي جاي على المسامير. التي اكسترنال فورس نتيجة النورمال فورس. احنا اتفقنا ان النورمال فورس هيعمل تنشن في مجموعة المسامير اللي ورا وكمبريشن في مجموعة المسامير اللي قدام. يبقى انا ممكن كونسرفاتيفلي اخدها على مجموعة المسامير اللي ورا. يبقى دلوقتي هقول ان احنا عندنا ال 2.8 على 8. وبعدين عندي خلي بالنا بقى احنا السيستم ده عليه مومنت ام واي مش كده؟ المومنت ام واي بيضغط هنا كده ده المومنت سوري المومنت ام اكس بيضغط في الجزء اللي فوق وبيشد في الجزء اللي تحت صح؟ احنا في كونتاكت ما بين الجاست بليت وما بين الفلانج بتاع الكوم. البني مومنت بيحاول يفك الكونتاكت ده. هنا المومنت ده بيشد فوق ولا تحت؟ هو لو كان البريكنج فورس عمودي على البورد يبقى بيلفف كده ولا لا؟ اه ماشي يلفف كده صح؟ كده كده في الاثنين ماشي مش هتفرق. مش هتفرق. يعني هو لو كان النورمال فوق لو كان البريكنج فورس عمودي على البورد يبقى ساعتها بيعمل كومبريشن فوق يعني بيعمل ضغط ده كده الفاليو بتاع الام اكس. طيب وهيبقى الام واي ازاي؟ هو بيضغط الناحيه دي هو بيلف كده اهو يبقى بيضغط الناحيه دي وبيشد الناحيه دي ده كده الام واي. طيب احنا عندنا اساسا في كونتاكت ما بين الجاست بليت وما بين الفلانج بتاع الكولوم والاكسترنال فورس بتحاول تفكه. يبقى احنا مش هنتعامل معاه زي النون فري تنشن بولز. مش هنقول ان الشافت بتاع المسمار هو اللي بيشيل التنشن لا ده التنشن المره دي بيتقاوم بكل السيرفيس اريا واحنا بنشوف ان الاكسترنال تنشن ده المفروض ما يزيدش عن الكونتاكت ما بين التو بليتس. وبالتالي انا هنا هشغل الانرشيا بتاع الريكتانجلر سكشن لان انا مفترض ان انا يبقى عندي كونتاكت افري وير وانا بحاول افك الكونتاكت ده. يبقى نتيجة الام اكس هنلاقي ان هنا عندي كومبريشن وهنا هيبقى فيه عندي تنشن كويس. الفاليو بتاع الاف تنشن اللي هو الام اكس في الواي على الاي اكس كويس. طب المومنت ام واي المومنت ام واي بيضغط الناحية دي وبيشد الناحية التانية يبقى معنى كده ان هنا هيبقى فيه كومبريشن وهنا هيبقى فيه تنشن. لو حبيت اجيب الفاليو بتاع التنشن الاف تي اللي هو برضو هيساوي الايه الام واي في الاكس على الاي واي. يبقى فين اكتر مسمار عليه تنشن؟ المسمار اللي هنا الكونتريبيوتري اريا بتاعته قد ايه بقى؟ من الفاليو بتاعه ده اللي هو 13.5 والفاليو ده اللي هو 7.5 مش كده؟ لا 7.5 بلس الاتش لا احنا عندنا المسافه دي كده 7.5 ودي الاتش يبقى 15 7.5 و 7.5 صح؟ يعني هي المسافة دي كده هتبقى 13.5 والمسافة من أول السنتر لغاية الجزء ده كده هيبقى 7.5 و 7.5 دي هتبقى عبارة عن إيه؟ 15 سنتيمتر يبقى دي المسافة دي 15 سنتيمتر.
تمام؟ طيب يبقى احنا عايزين نجيب التي اكسترنال نتيجة النورمال فورس نتيجة الام اكس والتي اكسترنال نتيجة الام واي. ناخد الاول التي اكسترنال بورد نتيجة الام اكس ده هيساوي ايه؟ المومنت ام اكس من كام؟ مين يقول لي؟ احنا كنا لسه حاسبينه مع بعض. الام اكس 176.4 176.4. بص يا باشمهندس حضرتك عشان تجيب عشان تعمل تكامل النورمال ستريسز على الكونتريبيوتنج اريا بتاع المسمار المفروض تعمل ايه؟ المفروض تحسب الستريسز عند النقطة دي وتحسب الستريسز عند النقطة دي وبعدين بتجيب الاريا بتاعت مين؟ بتجيب الاريا بتاعت الستريسز وتضربها في الويدث اللي هو 15. يعني معنى عشان تجيب الاريا هتجيب الافريج بيس تايمز هايت عشان ده ترابيز يعني. طب نكمل اول تجيب الستريسز على طول كورسبوندينج لمين؟ للمسمار طب هو موجود في النص مش كده ولا لا؟ يبقى بدل ما تحسب الستريس هنا وتحسب الستريس هنا وبعدين تجيب الافريج بيس تايمز هايت هي ان انت تحسب الستريس ده كانك بتقول الاريا كده كده ولا لا؟ يبقى هنا هنقول التي اكسترنال نتيجه الام اكس هتساوي احنا عارفين المسافه دي اللي هي 19.75 لغايه السنتر بتاع المسمار يبقى دي هتبقى في 19.75 على الانرشيا اي اكس. الانرشيا اي اكس المسافه دي كلها 54 سنتي والمسافه دي اللي هي 30 سنتي. بس خد بالك ان انت عندك اثنين عندك الوش ده والوش اللي هناك يبقى الاي اكس هتبقى عباره عن 2 في 54 تكعيب ب 30 على 12 يبقى ده هيدي لك على طول الايه الفاليو. طبعا دي ده الفاليو بتاع الستريس المفروض ان انت حضرتك تضربه في 15 وتضربه في 13.5 صح ولا لا؟ لان كده الفاليو دي هتبقى عباره عن ستريس كويس. لما تضربه في 15 يبقى انت ضربته في العرض ده ولما تضربه في 13.5 يبقى انت ضربته في الطول اللي هنا 0.89. تمام. طيب هناخد كمان الايه التي اكسترنال نتيجه الام واي ده هيساوي الام واي حسبناها كام مع بعض؟ اللي يقول لي 165.2 في بنفس الفلسفه بقى انا هاخد المسافه لغايه السنتر بتاع المسمار لان انت مفروض بتاخد الافرج ما بين زيرو وما بين الفاليو ده على طول مش كده؟ يبقى انت تاخدها على طول عند الايه الفاليو اللي هي 7.5 تراب يبقى دي 7.5 على 2 ما تنساش في 30 تكعيب المره دي بيجيب الانرشي حوالين الواي يبقى 30 تكعيب في 54 على 12 في الكونتريبيوتري اريا بتاع المسمار اللي هي 15 في 13.5 يبقى ده هيساوي جينا حسبناها 1.033 طن. يبقى معنى كده ان التي اكسترنال نكمل هنا بقى كده اذا التي اكسترنال بورد هيساوي التي اكسترنال نتيجه النورمال فورس زائد التي اكسترنال نتيجه الام اكس زائد التي اكسترنال نتيجه الام واي هيكون مجموع الثلاثه بيساوي هنا احنا الفاليو دي 2.8 على 8 0.35
يبقى دي هتبقى 0.35 زائد 0.896 زائد 1.033 0.35 زائد 0.896 زائد 1.033 يبقى ده 2.279 تن. وده المفروض ان هو لا يزيد عن ايه بقى؟ عن الارابل بتاع المسمار اللي هو 0.8 من البري تنشن. البري تنشن اللي عندي اللي هو 19.08. وما ننساش ان ده جاي نتيجه كيس 2، يبقى من حق ان انا ازود الارابل 1.2. يبقى ده لا يزيد عن 0.8 في 19.08 في 1.2 اللي هي هتبقى كام؟ طبعا رقم كبير قوي. 0.8 في 19.08 في 1.2 يبقى 18.3. يبقى اذا اوكي. هنرجع بقى دلوقتي نعمل تشيك على المسامير في الشير. مش احنا جبنا التنشن اللي جاي في المسمار؟ طبعا التنشن ده هينقص شويه الفريكشن ما بين التو بليتس. يبقى هنا هنعمل تشيك على الايه؟ هنقول ال Q allowable اللي هو هيساوي ال PS into 1 minus T external both ده حسبناها على ال T في 1.2 لأنها جاية نتيجة كيس 2. يبقى ال PS اللي عندي اللي هي 6.1 في 1 ناقص ال T external both اللي هو 2.28 على البريتنشن اللي هو 19.08 في 1.2 عشان جاي من بريكنج فورس ولاترال شوك اللي هم كيس 2. 6.44 يبقى 6.44 طن. كأننا ما شفناش الأربعة الأخيرة دي. ايش 6 اللي هو ايش ماشي. يبقى therefore it is safe. يعني هنقول هنا امسح الجزء ده بعد اذنكم. يبقى اذا الابلايد شير اولموست بيساوي الكيو الاول. يبقى اذا اوكي دكتور استاذ ما نعم حسب الانرشيا كله مش مفروض البولتس بس. لا البولتس بس يا جماعة ده في حالة النون بريتنشن بولتس لان بيحصل سيبريشن ما بين التو بليتس كويس. فانت دلوقتي لما بيكون في عندك اللي بالك مش مهمسين هنا حتة مهمة جدا. لو كان عندي مثلا عمود كده اللي قبل وفي خليل هنا كده أجاش وهنا في أم إكس يدي عيش. لو كانت نون ريتنشن لو جينا اخذنا سكشن هيبقى عامل زي سكشن الخرسانه يا باشمهندس ماشي. احنا عندنا هنقول هنا هيبقى في كونتاكت ات ا ديستانس واي بار. الديستريبيوشن اوف ستريسز هنا بيحصل سيبريشن اساسا في النون بريتنشن بولز بيحصل سيبريشن ما بين التو بليتس. مين اللي بيشيل التنشن زي قطاع الخرسانه بالظبط هيبقى المسامير. ومين اللي بيشيل الكومبريشن الكونتاكت ما بين التو بليتس وبالتالي بيبقى الديستريبيوشن اوف ستريسز هنا بيبقى فيه كومبريشن هنا بيبقى فيه تنشن هنا فيه تنشن هنا في تنشن وهنا في تنشن
يبقى انت بتقول ان تي اكسترنال بولت لا تزيد عن 0.33 من اف ارتمنت بولت في الستريس اريا بتاع المسمار دي لو هي نون بري تنشن كويس. وطبعا بتحسب الايه التي اكسترنال بولت اللي هي عباره عن المومنت ام اكس في الواي في الواي على الاي اكس في الستريس اريا بتاع المسمار حيث ان الاي اكس اللي هي مثلا لو كانت دي كده واي بار وده لو كان البي فانت بتجيب الانرجي حوالين الخط ده اللي هي الانرجي بتاع الكونتاكت اريا اللي هي هتبقى دي واي بار تكعيب على 3 زائد الان في الستريس اريا في الواي اي او سيجما واي اي تربيع ماشي. بنتعامل مع الكروس سكشن بتاع كل مسمار بتضرب الايه المسافه في او الستريس اريا بتاعته في المسافه عن الايه النيوترال اكسس. اما في حاله البري تنشن مش كده. في حاله البري تنشن انا اساسا بقرب على المسامير بحيث ان يبقى في كونتاكت ما بين التو بليتس. دلوقتي انسى المسامير خالص بقى. حضرتك عندك نفس المساله دي لو كانت بري تنشن احنا عايزين نحسب الاكسترنال فورس بحيث ان التنشن اللي بيسببه ما يفكش الكونتاكت ما بين التو بليتس. دلوقتي التو بليتس دول متصلين اتصال كامل من الاول لغايه الاخر فما فيش حته هيحصل لها سيبريشن هنا زي المره دي وحته هيحصل لها كونتاكت زي المره دي لا ده كله ان كونتاكت. يبقى معنى كده ان المومنت هيتقاوم بالانرشيا كلها كويس. ده كده الكمبريشن وده التنشن. طيب ساعتها بنقول ايه بقى اقصى مسمار عليه التنشن اللي هو المسمار ده المسمار اللي هنا ده كويس. المسمار ده عايز اتاكد ان الاكسترنال تنشن فورس اللي هو بيجي من تكامل الستريسز على الكونتريبيوتري اريا بتاع المسمار المفروض ان دي ما تزيدش عن الكونتاكت ما بين التو بليتس لان التو بليتس اوريدي ان كونتاكت. فانا عايز اضمن الاكسترنال فورس اللي هيجي في الكونتريبيوتري اريا بتاع المسمار ما يفكش الكونتاكت ده. الفورس اللي تفك الكونتاكت تقريبا هتبقى تي 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 بولت. فانا عشان كده بحددها بالفاكتور اللي هو 0.8 تي. يبقى من هنا بنقول ساعتها التي اكسترنال بولت ده بيساوي الام اكس في الواي على الاي اكس في المسافه دي كده اللي هي البي ومثلا دي ال في البي في ال دي لا تزيد عن ايه بقى عن 0.8 من البري تنشن بتاع المسمار. هنا لما حضرتك تيجي تحسب الاي اكس علشان في كونتاكت على ما بين التو بليتس في كل الاريا بتبقى الاي اكس بتساوي دي لو كانت ال كابيتال ودي لو كانت بي كابيتال يبقى دي هتبقى ال تكعيب في البي على 12 كويس. وطبعا الواي المفروض ان احنا بنحسب الستريسز هنا وبنحسب الستريسز هنا وبناخد الافريج ما هو المسمار موجود في النص يبقى كانك المفروض ان انت تحسب الايه الستريس كورسبوندينج للمسمار نفسه اللي هو المسافه دي اللي هي الواي بول يبقى دي كده اللي هي الواي بول. طبعا لو ما كانش الايه الجيومتري متظبط قوي يبقى انا بحسب الستريس هنا والستريس هنا وبعمل تكامل او بحسب الاريا ده اهي واضربها في العرض اللي هو البي سمول يبقى كده بجيب التنشن المناظر للايد المسمار كويس. يبقى فلسفه الديزاين في حاله البري تنشن تختلف عن النون بري تنشن بولز تمام. دكتور ايه استفسارات؟ هو البري تنشن اصلا اللي هو التي ده بقى محسوب ازاي او بيجي لي ازاي اصلا؟
لا ده بيجي من احنا عندنا في الجداول الموجودة في الكود. احنا كل مسمار بنأبلاي عليه طور، ده موجود في الجداول بتاع ايه المسامير. كويس. انت هنا لما بتأبلاي طور بتقرط على المسمار، ده بيولد تنشن في الشافت بتاع المسمار، وبيولد كومبريشن يساوي ما بين التو كونكتد بليتس. يعني انت تخيل كده انت عندك مسمار عمال بتعزم عليه. كويس. فبيتولد في الشافت بتاع المسمار تنشن وما بين التو بليتس كومبريشن. الفاليو ده حضرتك بتجيبه على طول من الايه التيبل. يعني هي كورسبوندينج كل مسمار على حسب الدايمتر بتاعه على حسب الخامه بتاعته، هو مديني الام تور بتاع المسمار ومديني الفاليو بتاع البري تنشن. طب وانا بنفذه بقى، وانا بنفذه طب اوثق انه وصل للام تورك اللي هيديني التنشن ده ولا ازاي؟ طبعا في وسائل نقدر نقيس بيها العزم بتاع المسمار. يعني نقدر نقيس العزم نفسه بتاع المسمار، والعزم ده احنا بنعمل كاليبريشن بالعزم، يعني بنقيس التعزيم اللي تم في الطبيعه مع العزم اللي موجود في التيبل. وطالما ان هو وصل العزم ده يبقى هو نفسه فيه بريتنشن بيساوي التي. يعني احنا مش بنقيس التي لكن بنقيس التور. ماشي. مش عايز استفسارات تانية؟ شكرا.